أجل الحصول على موارد مالية لدى الجهات الأخرى في إطار شراكات حتى يتم إخراج هذه المشاريع التنموية إلى حيز الوجود، وهو ما نسعى إليه تحقيقه بتحفيز من مجلسنا الموقر. نعاودوا نحيوا ضيف ترتاح ما كناش تحملات ونقصوا من السوم الكرائيه. الدوره ديال الميزانيه واخا تكون دوره استثنائيه هذا هو الحل. يدخلوا لنا واحد الفئه من بعد كيبيعوا السيروت. كما وقع لنا دابا في المارشي الفوقاني، دابا اللي كيبيع دابا باقي الاصلاح ما باديش، الناس ما دخلوش حوانتهم. منهم نتشج جوج ثلاثه دابا راه حاطين الطوابع على برا وهم مستافدين من المارشي. طارح يتصالحوا وداروا المبيبان وديك الساعه دير السمساره. الناس الخدامين على سينيسمو ديال واد الحار ضربوا واحد القاد السنة تنعيطوا عليهم حتى اللي ما كاينش اللي يخدموا، راه ربما زوين راه في راسك شنو جلسوا بيناتنا خارج الدوره نحطوا الاولويات ونقادوا شنو اللي خاصنا وندفعوا للجهات المسؤوله. اليوم انعقدت الدوره العاديه لشهر فبراير 2023، الدوره اللي كانوا جدول الاعمال ديالها كان مختص بتسعه نقاط اللي مهمه واللي اساسيه. فحضر لهذه الدوره الساده الاعضاء السيدات الاعضاء بالاغلبيه المطلقه، كان الحضور ديال 23 نائب ونائبه اللي حضروا الدوره العاديه اليوم. فيما يخص النقاط الاساسيه اللي كانت لي اساسيه واللي كانت مهمه واللي عندها واحد الاهميه بالغه، هي كاين ان شاء الله غادي يكون واحد النادي نسوي اللي الارضيه ديالو تقريبا واحد 1000 متر اللي غادي يكون ان شاء الله في جميع التخصصات النسائيه، لا فيما يخص لا الحلاقه ولا الطرز ولا الزربيه ولا فهاد النادي اللي غادي يعطي واحد اللحمه جديده لساكنه الصخور اللي ان شاء الله غادي يبدا في القارب العاجل. إن الجماعة اليوم صادق السادة الأعضاء على التصويت عليه بالإجماع، وكذلك بعض الدكاكين اللي كانت مقفلة، فاليوم صادق على دفتر التحمل ديالها باش تخرج للوجود وباش تعطل المال باش تفك العزلة على بعض التجار ديال المنطقة باش يزاولوا المهام ديالهم إن شاء الله تما. وكذلك المشروع اللي هو كبير وضخم هو برنامج عمل الجماعة اللي فيه فك العزلة على العالم القروي، وكذلك ساكنة صخور حامنة بتأهيل ديالها للمركز إن شاء الله، اللي غيتأهل المركز بواحد المواصفات اللي مهمة واللي هذه المجهودات بدلات من الجهة المعنية اللي على رأسها السيد العامل اللي كيبذل واحد المجهود اللي هو جبار باش نهضوا التنمية في الإقليم ككل، ولكن ما ننساوش أن الصخور تأخذ حقها من التنمية وتزيد العجلة القدام.